والدي رحمه الله تعالى قد امتلك أرض زراعية وأحضر لها حفارا ليحفر بها بئرا ارتيازية بقيمة 50,000 ريال، وقد سلمه والدي رحمة الله عليه نصف المبلغ 25,000 ريال، وذلك أثناء عمله بالحفر. وقد قال له والدي عنك الحفر، فقال صاحب الحفار: الماء موجود ومضمون، وبما أن ظاهره العدالة فقد صدق والدي عبارته. فذهب على الفور فأخرج معدات زراعية، مكينة ماء وطرمبة ورشاش محوري، وركبها والدي جميعها. ولما أراد إخراج الماء بالمكينة لم يخرج أي شيء، وقد غادر صاحب الحفار البئر وهو ضامن لنا الماء الوفير الكثير، وهو يطالبنا بباقي المبلغ وهو نصف المتفق عليه. فهل يجب علينا أن نفي بالعقد الذي بيننا أن توجهوننا إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. هذه قضية خصومة انتهى فيها إلى المحكمة الشرعية تنظر فيها وتنظر في العقد وتنظر العمل وتنظر في الشروط. فهذه المسألة ليس جوابها في هذا البرنامج، وليس جوابها بالفتوى، وإنما جوابها بالقضاء إلى خصمين. نعم، جزاكم الله خيرا.